شوي 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 أمين 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 شوي 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 أمين شوي شوي أشوف الريال يتلفت يمين ويسار ما أدري إن حط ما أدري إن حط في باله شيء يبغى يسويه أشوف عيونه طالعة برا تقول أسد أسد مفترس نعم نعم اخ شوي 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 اخ يا امين لفت عيني شوي على شيء في الدكان وما وعيت الا بالضرب على ظهري اخ يا ظهري اخ يا ضلوعي يا ضلوعي اسمع لك صوت الخيازرين نعم مثل المطر اخ يا ظهري الله ستر يا اخوي الله ستر عموما تكبر وتنسى أكبر إيه أنسى لا 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 ما أنسى اسمع يا أمين أما أنا بصراحة منسحب من اللعبة تماما يا ظهر يا أخ ما راح أتدخل في أي شيء تسوي وما لي شغل فيك لو تقعد طول عمرك عزوبي ما لي شغل فيك ما لي شغل أنا أبغى أعرف سر إيش هذه اللعبة أكيد في حد مدبر هذه اللعبة لكن من لازم أعرفه أعقل أحسن لك أعقل أعقل وشوف شغلك أعقل وشوف شغلك ولا ترى بيقطعك هذا ما يرحم يا ظهري يا ضلوعي قوي يا سالم زين شمس انا مسكين لما شفته يلتفت يمين وشمال ويشوف على المكان اللي احنا فيه قلت بيكون شافنا اتاري مساكين يبغى يتاكد اذا كان المكان فاضي وانا لما سمعت المسكين خليفه يصرخ ويتلوى تحت حصات الحاج قلت خلاص الرجال بيموت سيده من الدكان للمستشفى لكن دواه يا رامز دواه عشان مره ثانيه ما يتدخل في شيء ما يخصه اي شوي شوي على حيط اي علامة كنت بتخرب لحيتك؟ إن شاء الله أبوي إن شاء الله من عيون الثنتين لكن أنت لا تكلم أخوي واجد خليني أشوف شغلي سمعت
اشتغل وانت ساكت. هاي اقول لهم علي الحين انا ما تخرب الحيط يا شوف انا بقص عليك كله وبحسن نص شنبك. اخو شمس كنت تو اشوفك ماسك المقص وتقص شعري قاعد تشك 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 تشك. اقول له لا انت ما تريد حد يشتغلوا معك موظفين اقصد يعني حلاقين ترى نحن ناس ممتازين. لا اخوي لا انا محلي الحمد لله ما محتاج لكن اخبرك في دكان حيتان دكان إيه؟ الا بمره حلاق احيده باغي يسافر صاحبه لكن سيره له يمكن يحتاج عن ابنك دقيقه واحده شوي. اخو شمس تو انت تتكلم جد شويه على الخفيف يعني كيف على الخفيف ترى هذا شعور ناس تو انت بالله عليك تعرف تحلق أبوي المسألة سهلة يا رامز كيف سهلة؟ المسألة مقص وشعر زين الشعر عند الناس والمقص عندي أنا وتك تك 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 غدانا ايش غدانا بكره ايش غدانا ما عندي فكره ويا كيف ما عنديش فكره كيف ما هذا بيتش وهذا شغلك ما عندي شغله ثانيه انت ليش شغلي كيف ليش شغلك انت عندي شغله ثانيه في البيت غير هالشغله هذه عقب انت عندك شغل ثاني غير انك جالس في البيت ليش ما تطبخ رايا خلينا نتفاهم وناخذ ونعطي في الكلام ما في داعي لكل هذا رايا ما يصير انا مشغوله يا سهران ما ابغى اسمع كلام فاضي لاني احضر اجتماع بكره في الجمعيه يا الله الجمعيه هذه انا ما اعرف من وين طلعت في يوم وليله الجمعيه كنا مرتاحين ومبسوطين ما اعرف ايش اللي صار انا ما اعرف انت ما تريدني اصير امراه مهمه هذا ما صرت انسانه مهمه وعضوة فعالة في الجمعية عضوة فعالة في الجمعية بهالسرعة بهالسرعة عضوة فعالة في الجمعية زهران أنا ما متفيحت لك طيب نسكت نسكت وأمرنا لله خلاص إيش نسوي أشوفك
اسمع يا شامس، انا يوم الاثنين نازل على بيروت، تقدر تبلش بالشغل من اليوم وتدخل نص بنص. ايه طوني وايد منيح. عجبا معي صديقي هيدي رامز بيشتغل معي ويساعدني هيك على الخفيف يعني. بتريد شي من بيروت؟ احسنت توني احسنت، تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله. شامس اذا بتريد شي من بيروت احكي. ها ماشي، واصل اخي واصل، بس دير بالك على عمرك اخي. ها مع السلامه. خاطركم لا تخاف توني، ما تخاطر مشي. يا سلام يا سلام، هو اخيرا حققت امنيتي في الحياه، اصلح شعور الناس. اقول شامس انا بطلع براعي ادور ناس فيهم شعور طويله واجيبهم هنا. روح سير. وانا بجهز هذا وبسن المقص هذا بخليه يكون مره زاهر. حميده ايش في الايام باش مشغول باش تفكرين؟ ايوه ولا شيء. ايش يعني افكر؟ لا اقول يعني هذاك الرجال اللي اول كان يجي الحين ما يجي، وينه؟ قصدك زهران؟ اي اي هو. والله ما اعرف هذا الرجال اختفى من يوم ما قلت له تعال كلم اهلي ما شفته. سامحك يا حاج مراد. ها خليفة أحسن الحين؟ ترى شوف ما بقى مرهم ما حطنا على ظهرك. صراحة يا أمين أنا أبي أخذ إجازة أسبوع وأبي أرتاح في البيت، لأني بصراحة فضيحة أروح الشغل وأنا على هالحالة. أبغى أقول لك كلام بس خايف لا تزعل يعني. أفا عليك يا أمين، قول قول ولا تخاف. أبغاك تروح عند الحاج مراد. أروح عند الحاج مراد؟ إيه آه بروح للحاج مراد إيه، بس بروح لهالمرة بطريقة مختلفة. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. اروح اشتري لي دبابه مستعمله ويكون فيها اربع رشاشات وكل رشاش يطلق له 200 طلقه في الثانيه الواحده، وبعدين بروح لمراد. انا ما امزح، انا اتكلم جد جد. اب انا لا يمكن اروح لمراد ابدا، لا يمكن اروح له ولو تدفع لي 5 ريالات. بس 5 بسيطه، قول 1000. أعرفك إنك بخيل، الخمسة ويالا تطلع منك بعد. عادي ليش أبغاك تروح عنده؟ لأنك كونت معه علاقة جيدة وأبغاك تحافظ عليها. اسمع يا أمين، أنا بصراحة ما عندي تأمين ضد الخيزران. أنت بس روح قس النبض. أجس النبض؟ الله يهديك، النبض توقف من آخر فعلة سواها مراد. لكن يعني بصراحة علشانك يا أمين أنا أبيع الدنيا كلها وأشتريك. رامز اليوم عندي مباراة في الملاكمة مع حنظل. حنظل؟ ايه مين ده حنظل؟ حنظل هذا الملاكم الأمي المشهور. ايه عرفته عرفته. وانت هتلاكم اليوم شمس؟ ايه شوية كده على الخفيف يعني. زين بس ما توعى رامز. ساعة واحدة وقت غدا الحين عقب خلي يعني من المطعم خلها. اقول لك انا شوية بنسير عنك بنجيك بعدين. ها ما اتأخر عليك. متى يعني بعد شوية؟ بعد 5 دقائق. قلنا لك بنجيك ما متأخر عليك، ساعة 4:30 بس. 4:30 وأنا أقلب نص لحينة مثل المقصود، ما كذاك؟ عقب كيف تبغى نشتغل يعني بعد دوام رسمي؟ خلاف الناس مو يقولوا على الناس، ها؟ على الأقل خلصوا لحيتي بس وسيروا. لا يا أخوي آسفين، إحنا ما نشتغل إلا على الوقت. على الوقت نعم. أي نعم آسفين. إي أقول إذا كان علشان خاطرك عاد دفعني وقتين ما نتأخر. وقتين؟ إي دفع وقتين. وقتين مش هي المسخرة. شوف ابوي عجب احنا سنجي ما تدفع وقتين خلاص. لا تعال خلصني بس. لا كذاك ما يستوي اخوي، لازم تدفع وانت مبسوط. خلاص اضحك شوي اضحك. ايه خلينا نشوف اضحك اول شيء اضحك. ايه زين خالد. اها شوفي لي حل يا بنت الحلال، انا ابوي عيوني عورتني من النظاره والكتب وما ضاري اقرا كتب كذا. يا الله
الله يا الله اقرا من جريده وبس. انا بصراحه ما عاجبني مستويه كمان مجنون الله يهديك. توكم شعر جاي مستويه طب يمكنني وحدي صراحه شكلي ما معاوي كذا. قول شوفي كيف شعري مستوي كمان مغاصيب. شوفي ما شي صبيغه وما بسوتنها فوقي. لك ما عني لكم نقمه هاي الحمره دور كيف الحمره اكلها بيون الاكل تسيح ومرات تجيني مو كبت موضح افضل من الغاويه. ما علي يا رايه استحملي شويه ولا تخلي الاسرار انكسر. مو صحن صيني. المهم في نتيجه ولا بعد؟ لا بعد ولا بعدين. الرجال ابوي ما هم منا هذا وانا اسوي كله. كل يوم يطلع ولا خاصة لا وطلعاته زايده بعد هاليومين. ليش بيته ما عارفه ترى مو اسوي. ابوي الظاهر الرجال هذين كلهم كذا ما يعجبهم العدل. صبري شويه كم من يوم ترى هذه الا المرحله الاولى من الخطه. بعدين شوي شوي عليه اكيد راح يتعب. بس المهم انش انت ما تتعبي قبله. ليه ما دام كذا حكي بلا ما اتعب. اقول شمس تو انت مو قاعد تسوي؟ اشوف الصور في المجله. شوف الصور؟ ايه ما حد جانا. شوف ترى ما حد جانا. بيجون لا تستعجل الحين بيجون. جالسين اي واحد جاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت الحلاق؟ لا ابوي ما انا حلاق. هو حلاق حلاق. في شيء يا شيء؟ اريدك تعدل شعري شوي مختلف، بغى نسوي شكل الشعر ميكل. من ذا شكل بعد؟ جلس انت وانا بصلي زين، جلس. تعال ابوي، تعال تستريحنا، استريحي. جلس، جلس، جلس. اي، اصبر شوي. اصبر شوي، جلس. اي، اي، اصبر، اصبر، اصبر. تعال، تعال. تعال اوفي بلا فرح بلا فرح. شيء شيء سولف هذا بعد منشف. سولف منشف بعد لي صور. اها هي توفيت. اوفي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اها هي بتسوي فنان. ما يهمك انت. ما بسوي فنان وبس. اسوي مطرب. اي نعم. صبر انت بس علي شوي. صبر صبر شوي. أمس رجع
الرجال قال لي وصل لي مثل السيكل. ما بسوي لك كم السيكل بعد. ماشي تفضل الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ذا. حميد
لحظة خليني أكمل. حميدة سم... يا حميدة سمعيني، أنا أريد أشرح ظروفي. أيوة رجاء سمعيني لحظة. أنا بصراحة أعتذر، يعني هو صحيح إن كم يوم أنا ما شفتكم يعني وهذا، لكن كنت في مهمة، رحت أوروبا كذا كم يوم أخلص بعض الأعمال التجارية. أي نعم. لا 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 حميدة، حميدة لحظة يا حميدة، أنا قصدي شريف. نعم أنا قصدي شريف، أنا ما منهم. لا لا إن شاء الله بنتكلم في الموضوع وبجي بكلم الوالد وما يصير إلا الخير. حميدة رجاء موضوع زوجتي هذا نسيه، انسي الزوجة هذه نسيها. أنا الموضوع هذا يخصني أنا وأنت يا حميدة. لا لا إن شاء الله يوم الخميس بجي أكلم الوالد وبننهي الأمور على خير. ها إيش قلتي؟ ألو ألو حميدة، ألو حميدة، أنت معي على الخط حميدة؟ ألو قطع الخط انقطع. الحاج مراد مساك الله بالخير. هذا انت يا اسود الوجه، بعدك ما تستحي جاي هني مره ثانيه؟ افا عليك الحاج مراد، نسيت العشره، نسيت العيش والملح، نسيت البابلو. اذا ما تخوز من قدامي ترى ما تلوم الا نفسك. ليش عاد الله يهديك؟ اقول لك خوز، خوز من قدامي قبل لا احشر قولك حشوه خليك تصير بيتكم تمشي على يديك. الله يهديك الحاج مراد، انت صبر شويه خليني اكلمك وافهمك الموضوع بالضبط. يعني انا راسي يابس، راسي يابس وما افهم، واذا ما بتخوز من قدامي ترى المقشعر. انا بخوز بخوز هنا، تعال بخوز بخوز بخوز. هو شامس؟ آه. أشوف الزباين قطعوا، لا يكون سيف الضيع علينا. أنت مو تبغى الناس طول الوقت تقص شعرها. الله يهديك يا رامس، لا تستعجل الحين بيجونك. ها هذا واحد جاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين توني؟ أبوي توني مسافر عندك الأستاذ شامس. لا عمان وحده. هنا عم عمان يا أمو. الحين زين، لازم كل عمان يشتغل كل مهن. يا اخوي اختصر، انت مو باغي؟ بصراحه الليله عرسي، باغى اعمل شعر على الكيف، يعني على اخر موضه. ولا يهمك، انا تخصصي اعراس وبس. تفضل جلس. لا صريح. تفضل. صريح. صريح. جلس. صحكم دري. صحكم دري. دكه. ايه ها زين. ها ها ها. ايه. ها. روح شوي. اها. اها. روح شوي. روح شوي. تعال تعال تعال. هوب اصلي واسك شوي تحت. زين زين ما شوية تتحرك مكان جلس مكانك. ايه تفضل. ايه ايه رامس. اه سير صح يا رجال، سير خلي اروح، يمكن تاخر العرس ولا شيء بعد. اقول شامس ما احسن خلي غافي سامي عينه. ليش عاد؟ اخاف اخاف شعره ما يقبل. هاي الخصة اللي مسوي لي اياها انا احدث موضة، هاي يسمونها كيكة العرس. كيكة العرس؟ وابونا وابونا اذا انهض يحشرنا يا قبله. رامس انت ما تثق ذوقي؟ نعم. ها؟ خل صحي قوم صحي، خلي شوف عمره عشان يرتاح. قوم صحي قوم. لا اله الا الله، هذا كيف صحيت؟ ماوس يا ابوي شو تسريحتك؟ قاوي تسريحتك؟ شوفها. ها هذا من؟ هذا انت؟ بس شويه محلو على الخفيف. محلو على الخفيف؟ نعم محلو على الخفيف. وابوي وابوي وانت وين وانت وين؟
رامز؟ هي اللي كانت تعيد؟ هي اللي